الراديو 90-90 هواها مصري. تعال بقى نروح للراجل اللي كان الطبخه بتاعت يمنعنا معاه والطبخه بتاعت خطوه وحاجات كتيره جدا جدا. اوعى تقول لعزيز هو عزيز الشافعي الفنان الكبير منورنا على الراديو. الفل يا فادي منور يا فادي ومتالق. ربنا يخليك منورنا مصطفى. انا بحبك يا مصطفى يا حبيب قلبي. ده احنا اللي بنموت فيك. ايه الحكايه؟ ايه اللي بينكم من شويه؟ انا بساله ايه الكيمستري ما بينك وما بين عزيز الشافعي؟ ايه ليه الاغاني معاكم بتطلع حلوه قوي كده يا عم فادي؟ عزيز ده من والله العظيم ما بقول كده عشان انا، مش بقول كده عشان انت معايا على التليفون ولا اللي انت حبيب. عشان عامل اغاني، لا عزيز بجد فنان من الفنانين المعدودين الصوابع يعني. ايه انا مش عايز برضو اتكتر، بس ايه هو عنده كتير وفنان بجد موسيقي يعني، فنان بيفهم. ربنا يخليك. هل في الاول فعلا يا عزيز ما كانش يعني متحمس قوي يمنعنا وهاني محروس كان مقتنع وانت طبعا كنت مقتنع بيها؟ كنت شايفين النجاح ده قبل ما بتعملوها وانتوا شغالين في الاستوديو؟ بص، هي انا وهاني عندنا خلفيه موسيقيه واحده يعني، احنا الاثنين بنحب الغنى اللي احنا هنسميه مصري مش شعبي، عشان احنا ما بنعملش شعبي. هو مصطفى مش مطرب شعبي في رأيي يعني، مصطفى مطرب يقدر يغني اي حاجة، وهو يعني من القليلين اللي بيحقق لي حاجة معينة عايز اعملها، ان انا عايز اعمل الغنى اللي احنا كنا بنحبه واللي احنا تميزنا بيه في المنطقة، اللي هو محمد عبد المطلب ومحمد رشدي وبعديه كمان العزبي وشفيق جلال، ويعني ناس اللي هم غنوا الغنى اللي بيسموه شعبي بقى، بس هو غنى مصري يعني، هو في الكلور المصري، والناس اللي كانوا بيلحنوا لهم هم الكبار الملحنين، كان رياض السنباطي اللي بيسلب لحن عبد المطلب او عبد الوهاب او بعد كده مليك حمدي الرشدي، كان اقوى ملحنين في مصر، هم اللي بيعملوا الالحان الخفيفه اللي عايشه لغايه دلوقتي للمطربين الكبار دول. مصطفى من الاصوات المصريه القويه جدا ما شاء الله عليه، اللي يقدر يغني ده وغنيه حلو قوي وغنيه مودرن بقى 2000. التعامل معاه سهل في الاستوديو ولا متعب شويه؟ ما بيقتنعش بس بقى عازل في الاستوديو؟ لا بالعكس يعني، هو يحب يطلع الشغل على اعلى وجه يعني. بس خلي بالك عزيز اغانيه صعبه، مش سهله. انت تسمع مش سهل انت تسمع الاغاني سهله، بس تخش تغني صعب جدا. تفاصيل. طيب سؤال ليك انت سؤال ليك انت ومصطفى في نفس الوقت، عايز اعرف الاجابه منكم انتوا الاثنين يعني. في نقد اتقال ان خطوه هي الجزء الثاني من يمنعنا. ردكم؟ انا رد باي. اتفضل. لا، هو مفيش اي علاقه من خطوه يمنعنا، بس غير ان هو نفس فريق العمل، هاني محروس وعزيز الشافعي ومصطفى، يمكن الموزع كان اسامه عبد الهادي، وبعدين بقى جلال حمداوي اضافه قويه جدا في الاغنيه. بس هو انا عايز اقول للناس حاجه، هو المقام واحد اللي هو البياتي، اللي هو اغلب الاغاني المصريه بتبقى طالعه منه، والغنوه دمها خفيف برضو يعني، جمالها دمها خفيف، فالناس حاسه ان هو جزء تاني. لا بس هي مختلفه خالص، الناس المتخصصه هتبقى فاهمه اللي انا بقوله. طبعا الاغنيه مختلفه خالص في شكل الاغنيه، يمنعنا ما كانش فيها مذهب وسني ودخول زي الاغاني العاديه، خطوه ما فيهاش كده، فيها لفه لكن ما فيهاش برضو، مش زي يمنعنا خالص حاجه تانية. برضو يعني هي قوالب مختلفه، بس الروح واحده طبعا، لان اللي عمل الاغنيه هم نفس الناس. طب ايه اللي جوه الالبوم تاني؟ ايه اللي هيحصل تاني؟ لا في قوالب، لا احنا عاملين حاجات انا ومصطفى وهاني ما شاء الله، حاجات حلوه قوي، وشغالين مع موزعين اقوياء وجامدين جدا ان شاء الله، والالبوم تمام، ده هيبقى تمام ان شاء الله باذن الله. منتظرين. بنشرف بيك يا زيزو، انت تبقى اضافه. حبيبي يا غالي، حبيبي يا فادي، نورتنا ونورت راديو زين. نشكرك جدا جدا. ربنا يخليك حبيبي يا زيزو. تحيه كبيره للشاعر والملحن الفنان كمان عزيز الشافعي،